حسن مبارك على إرساله حبيبنا الحبيب الذي نعتز بصداقته وأخوته عمر سليمان الوزير عم سليمان على هذا الجهد الطيب الذي بذلوه ولا زالوا يبذلوه معنا منذ عصور وتاريخ نحتفظ به في قلوبنا وفي أفئدتنا. وكذلك في هذه الزيارة التي تجمعنا الآن أنا وأخي عمر سليمان وأخي وحبيبي أبو مازن وأخي وإخواني وأحبائي الوزراء وإخواني وأحبائي نواب الوزير، وبنقول شكرا للرئيس المبارك حسني مبارك على هذا الجهد المبارك والجهد الطيب، ومعا وسويا حتى القدس حتى القدس حتى القدس إن شاء الله. وبلغنا المجلس التشريعي. شكرا غير صحفي بعد الصحافه تفضلوا في دفعه ثانيه نفس الحكي شكرا شكرا يا شباب. هاي كمرت